كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. لكن البداية بمستجدات وأخبار الملعب التونسي، وأكيد تعرفوا الناس الكل تم انتخاب سيد جلال بن عيسى لمدة نيابية جديدة 3 سنوات أخرين على رأس الهيئة المديرة الملعب التونسي. سي جلال موجود معنا ونرحبوا به. مرحبا سي جلال وألف مبروك إعادة انتخابك على رأس الملعب التونسي. بارك الله فيكم، مرحبا بك حيدر، مرحبا بسهيل زل معنا، مرحبا بجمهور موزايكا فام، مرحبا بجمهور الملعب التونسي تصنت فينا. ان شاء الله هالمده النيابيه تكون مباركه على الملعب التونسي. بارك الله فيكم على الاستضافه. في الكوليس سي جلال قلت لك مبروك، قلت لي مبروك وربي يعاوني وربي يعطيني القوه. صعيبه لهذه الدرجه انك تكون رئيس نادي كره قدم في تونس ليومات هذيا؟ اي هو من نجم نقولوا في الظروف الحاليه الاقتصاديه اللي تمر بها البلاد، في الظروف نتاع النوادي، دعم النوادي، قلة دعم النوادي، احنا يمكن النوادي التونسية اقل نوادي مدعمة من الوزارات نتاعها ومن الجامعات نتاعها في مع جيراننا، مع ناخذوها برابور المغرب، الجزائر، حتى ليبيا. اقل النوادي معناتها بالظروف هذه وسبونسورينغ طاح شوية بالظروف الاقتصادية. المهمة متاع رئيس جمعية تكون صعيبة جدا في الأوقات هذه، يزمو المولى سبحانه وتعالى يسر له القبول عند الناس، تفهم فيها، ويزمو مصبح للي يقوم يجري ويزم يخلق أفكار جديدة ويلم الناس كلها ويكون عنده ثقة المدعمين. خذت السباق وحيد وحدك، لأنه حتى ترشح أحمد صالحي تم الطعن فيه قانونيا وأسقطت قائمة أحمد صالحي، فهل أنك قدمت للملعب التونسي حاجات أنه ما يتجرأش حتى حد ينافسك، ولا لأنه الساحة مفتوحة فلقيت روحك تجري وحدك سي جلال؟ هو أول حاجة أنا وقت جيت الملعب التونسي عاودت رجعت الملعب التونسي. الملعب التونسي سيرت قبل 7 سنوات كرئيس جمعية وثلاث روان موندا قبل. وقت رجعت الملعب التونسي وقت تحت ديفيزيون 2، وقت يلزم باش نقفوا انا وناس ونعطيو وكل لبيو نداء الواجب، رجعنا وقمنا الملعب التونسي. كنت هدف نتاعنا ارجع الملعب التونسي في العام هو بيدو، رجعناه ثبتناه. بعد هي قعدت عنا المشروع، عملنا مشروع كبير احنا الملعب التونسي باش يقعد ديما يتقدم بشويه بشويه باستراتيجيه واضحه. قعدنا سنه في اخر العام قلنا به ما ثم حتى مشكل، نجي نشوفوا في الساحه نتاعنا في العائله الموسعه نتاعنا ثم ناس تحب تقدم نفسها. عملت احنا خذينا فرصة 7 جويلية عيد ميلاد الملعب التونسي متاع السبعينية متاعه، استذنا رؤساء الجمعية الكل اللي موجودين لقدم الكل، نواب رئيس الكل، رجالات الملعب التونسي الكل، وكنا في كل واحد نحاوله باش نسأله عندوش يحبش يشد عندوش نية. لقينا الحقيقة الناس كل اللي تقوله يقول لك نحبه نخدمه معك، كما سي المنظر عباس، كما سي سلم العياري، كما احمد ريزا، هذوما الناس كلها قلنا لهم ميسير تدخلوا معنا. الفكره يعني انت ما سكرتش الباب؟ لا ما سكرتش الباب، انا حتى قائمه واللي حب اللي يحب احنا ما نجمنا. انا ما دخلت من 7 جويليه ما وليت ديريكتومون نعم في البريباراسيون نعم في الريكروتمون الا وقت اللي ريت ما ثم حتى حد باش تقدم. قلنا كان ثم خيارين، اما نعمل وقتها جلسه عامه انتخابيه، ولا قلنا لا خلي باش نجموا نكسبوا ثقة الانتدابات وثقة ستاف تكنيك ونجموا نمشيوا بأمور كما نقولوا افيك بوكو دو سيرنيتي وستابيليتي. قلنا خليوا نعديوا الاخرى، وشفنا في الرزنامة السنوية نتاع الفيديراسيون شفنا اللي هو ثم هالفترة هذه نجموا نعملوا فيها. حقيقة قمنا بالاستاجات اللازمة والانتدابات اللازمة وعملنا دو جورني باهين، وبعد قررنا معناتها المجلس العام صعب تقرر في اول اوت بالضبط. كل ما هو تحذيرات وتكنيك كتوا سهيل من بعد ونحكيو زاد على المدرب محمد المكاشر، ويظهر لي رهان ناجح حتى التو على الاقل حتى لانطلاقه الموسم. لكن نحب ديما نحكي على الجلسه العامه والليست نتاعك، القائمه نتاعك كانت مدعمه، فما شويه سياسه على شويه ناس قدم على شويه ناس واصله شويه، فعملت قائمه خلتك تكون انت تواصل رئاسه الملعب التونسي. مولاد ساكلي وزير سابق، محمد درويج رجل من الرجالات المهمه في تاريخ الملعب التونسي، بعض الاسماء اللي كان عندها دور في التاريخ نتاع الملعب التونسي دور مهم، فكانت مفوحه الليسته الحمد لله. هكا شدت الافق الكل وشدت ممكن جميع الاحبات على الملعب التونسي. هو من قبل من المونديال قبل هذايا المونديال قبل هو كانت الليسته مفوحه، كان فيها محمد درويج، كان فيها روف جيجا، كان فيها مراد الصقلي. روف جيجا علاش مش موجود في القائمه الحاليه؟ هو روف جيجا الورق نتاعو ما حضرتش في اخر وقت، طيب فيها ثم ورقه ولا زوز ناقصين ما حضروش، ما حبيناش نزيفو باش يطلع فيها واحد.
تو باش يخلق ولا رطا يحكم احمد صالح كاجا زفر لا ريف جيجا باش يخلق هو باش هو باقي فيس بريزيدون شارجي دي فوتبول سينيور تمام في راهو جيجا هو مسؤول على فريق كره القدم اكابر ديما هو باش يكمل يوصل في المهمه نتاعو زدنا دعمناها القائمه نتاعنا الناس كلها 90% قعدوا بريسك هذوما عاودوا السياسه عجبتهم الجو اللي كنا عاملينه باهي الرهانات باهيه الناس الجدد اللي حبوا يدخلوا زاد من احسن الناس في الملعب التونسي ثم ناس اخرين باش تدخل القائمه مفتوحه ثم شبان زاد قائمين جايين في الليجان في كل مكان احنا قاعدين مفتوحين الملعب التونسي احنا نمنوا اللي الملعب التونسي اليوم ما نجم يتقدم الا قد ما نحلوا برجال نتاعو الكل واحنا على هذاك مهمه سي محمد درويش كان ريتو في المره هذه كان هو كان بريمير فيس بريزيدون قبل المره اللي فاتت المره هذه خير باش يكون شيء اخر قال مو بالبركه ما التواضع نتاع رئيس الجمعيه كان محمد درويش احنا ثلاث اربع رؤساء معنا في القائمه معنا سي كمال سنوسي كيف صحيح سي محمد درويش المهمة نتاعو المرة هذه إن شاء الله بإذن الله بالتفاهم معاه عملناها هذه احنا باش نفعلوا الكوميتي سوتيان خاطر نستحقوا الرجال الملعب التونسي الكل وتفهمنا اللي باش نعملوا هو باش يكون الكورديناتور جنرال مع الكوميتي سوتيان باش يحاول يلم رجال الملعب التونسي على القليلة مرة في الشهرين. شحوا الموازنة نتاعكم؟ لاباس عندنا 70,000 دينار لاباس عجز ولاباس اي الحمد لله باقي بارابور ادوتر 70 مليون بارابور ادوتر خدمنا ياسر 70,000 دينار عجز هي حكايه فارغه 70 مليون عجز اما مؤسف انه اليوم نتحدثوا على الحمد لله هو الحمد لله معناها الوحيد الذي لا يحمد على ماكرون سواه معناها الذي يحمد على ماكرون سواه يعني حتى كان حاجه خايبه نقولوا الحمد لله اما ولينا اليوم نفرح ونقولوا 70 مليون عجز حكايه فارغه وقت اللي نحكيوا على عجز في نهايه الامر اي لكن ايش نقول لك ثم نوادي كومبارون ادوتر احنا كيفاش ناخذوا المقياس هو سواش كيفاش كنا ولا احنا سناب زيد سناب خدمنا شوف ميزانيه نتاع الملعب التونسي ناخذ مثال في سبونسورينغ خديناها 200,000 دينار اليوم 700,000 دينار سكي امبورتون 500,000 دينار ثلاث مرات الميزانيه طورناها وهذا خدمه كبيره من الصباح لليل دوتر دون كان دون سبونسورينغ دون كان 300 اليوم 400 500,000 دينار تم فيه رجال تخدم مصباح لليل قداش الشهر سالاريال نتاعك سنة معناها كل شهر قداش لازم تعطي نحكيو على السينيور ليكيب سينيور ليكيب سينيور وستاف تكنيك اليوم 105,000 دينار 105 مليون كل شهر كل شهر الناس كل خالصه والناس كل خالصه تبدا و 105 مليون يعتبر حاجه كبيره ولا صغيره بالمقارنه حاجه تسمى حاجه معقوله جدا وانا توفي باش ما نفوتوش السقف هذايا قداش يخلص اغلى لاعبي عندك سي جلال 4500 دينار يحكي فارغ امبيكابل وانا توفي وانا توفي شوف في الملعب اقل واحد قد سي جلال سالتك تحب تاخذ معناتها كان تاخذوا اللي يلعبوا بارمي لي زويت اقل واحد 1000 دينار توفي ولكن اللي عندنا شويه استجارات زوز ثلاثة ولاد صغار 400 دينار زوز صغار توفي دو غارديان توفي على لي بريم دو روندمون على يعني على بريم دو روندمون عندنا احنا 70,000 دينار معناتها تو كي نسمع هكا انا هايدن كول ستاتيو لا بون فوا خاطر فو ريفيزي هذوما الاجور والواحد فما تو ياسر قيمه فنيه نتاع الملاعبيه نقصت والاسوام معناتها طلعت برشا بعد ساعات ملاعبي فنيا ما ميفو با السوم هذاك انا جو في لي سيت قبل كل شيء سي جلال شقول كلمه وسي جلال هو قديم جديد قلت له قبيلي في الكوليس يعني ان شاء الله نراوك ترجع ستادك العام اللي بتا تيتروات وسميت شويه سيتي وقت دعاسي وسليتي المحمدي نور الثاني الله يرحمه الله يرحمه دونك انا نقول يمكن احسن ريكريتمون بتاع ستاد سنا وسي جلال وسي محمد مكاش راح معناتها ديجا معناتها جو لو فيليسيت على الشوا اللي عملوا اليوم سي جلال نستحقوا في تونس العباد كيفه باش يعطيو فرصه للشبان وباش اللي حاطه ومسؤول ناجح قبل ما نتذكروش انا حتى مره بشكل من الاربيتر ولا سمعنا كل ديكلاراسيون شوت حاجتنا بناس كيما هكا ترزن شويه في الكوره نتاعنا خلي نرجعوا كيما كنا نجح بالضبط مازلنا باش نحكيو على البرامج والافكار ممكن المستقبليه لرئيس الملعب التونسي جلال بن عيسى بيوب ونرجعوا الركب سبور على موزيك اولا ورده اسمها ورده اما مش كيما مجد الرومي جينا عسلامه يا تونس عسلامه وتاخذ الميات والسما وتعبت 30,000 جنيه وانا باخذ بالجاني عني وعني يا نهار ازرق يا ناشر عندكم 140 سنه
معناها يوكلوها ويسمنوها باش ميزانيه هي يجيبوا لها. يا خويتي قداش هذه؟ هي اقل مرايه تو معناها 60 70 كيلو. واش الحكايه دي؟ حكايه صحيحه هذه؟ لا لا لا. يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا. راهو ترينو عامل فينا يبدا يزمر متعدي يبدا يزمر يبدا يزمر يبدا يزمر جيران الكل تتكلم. نعمل لك ترينو سلونسيه. يا مدام احنا نعرفه في السطوح كي يزمر ويزمر ويزمر باش الاخرى ينقص من الموت نتاع الارواح. ارجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسه مسبقه، والا حتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في ترويس الاخرين. ما شربتش الشاي اشرب الزوزه. ربي معاك يا تونس، ربي معاك. هزيتي 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 وان شاء الله ربي يبقي علينا الستر، علينا وعليكم وعلى تونس. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. أنا نحبكم برشا برشا برشا، ونتمنىكم نجاح وتوفيق في خدمتكم مع عائلتكم. وبوسة مرصوصة. أوفوا. وصل صوتك للصندوق. صندوق عجب. صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للأحد. اطلب 71-113-013 71-113-013. سجل رأيك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. Après un été riche en événements, l'étage Hammamet ferme ses portes le dimanche 9 septembre avec un line-up exceptionnel avec la participation de Mosaïque FM. Récap Sport. مرحبا من جديد في ريكاب سبور. نذكركم ضيفنا اليوم جلال العيسى، الرئيس جديد موجود وجديد القديم اللي واصل على رأس الهيئة المديرة الملعب التونسي لمدة 3 سنوات أخرى. تم انتخابه البارح خلال الجلسة العامة الانتخابية. تحدثنا على ليستا سي محمد، تحدثنا حتى على شوية أمور مالية، ويعطيك صح أنه تكلمت معنا في الأمور المالية لأنه أغلب الرؤساء ما يفضلوش. ما نتصور كان جاء رئيس آخر قلت له شكون أغلى ولا أقل ملاعب يخلص مستورة. كان باش يعمل هيك الجو جامب ويتعب معناها يقول لك لا ولا امور شخصيه وغيره. وقت اللي احنا نحكيوا على عقود المفروض انه تتكشف، معناها ماهيش حاجه سكريت انه باش تعرف ملاعبي قداش يخلص. ما يظليش معناها كاين الامور هنا في تونس اهم ولا اكثر شخصيه من اللي يصير في البايرن ولا يوفي ولا ريال. تعرف ملاعبي شيخه بدقيقه يعني. تتفاصل معك صح جلال حتى لتو على رحابه الصدر نتاعك. حكيت على افكار جديده وعلى لمان الرجال، وعاده يا سي جلال هذا هو الكلام التيبيك اللي نسمعوه ديما. عادة كل ما يجي مسؤول يتكلم يقول لك شم لموا رجالات وباش نلقاو استراتيجية وأفكار، وخاصة كلمة مشروع للأسف أثبتت فشلها في تونس كلمة مشروع، لأنه لنا نعملوا إتود مارشي ولا نلوجوا الأركان الثابتة متاع المشروع باش ننجحوا المشروع، ولا عنا للفلوس ولا الأفكار الباهية. فهل أنا تو عندي الحق ولا أنت عندك الحق سجال؟ هو أنت عندك الحق وأنا عندي الحق، لكن احنا قاعدين نمارسه وبالخبرة اللي عندنا وبالممارسة اللي قاعدين نشوف فيها رينا الملعب التونسي. أحكي لك على جمعيتنا لأن الملعب التونسي اللي هي الإمكانيات والدخل متاعه ضعيف، يلزمنا نعملوا مشروع. على ذلك أول مشروع عملناه هو خممنا، قلنا شباننا لا فورماسيون متاع أولادنا، مشينا نعمل قومنا بإصلاح كبير ياسر في الشبان. مثلا شنو اللي كان غلط وصلحته حتى نستفيد ناخذ يعني. ناخذ مثال ما ثم الا الكومبيتون يقعد، معناتها الا لونترنور اللي عنده 3 ديغري. ناخذ مثال يراني في الصغار نعمل سبور ديليت مو سبور دو ماس، معناتها لو ميور اللي عنده في ساقيه هو اللي يقعد والاخر يمشي على روحه. احنا في ملعب تونسي في العامين سيفري باش نقولها توجع وتغشوا منها ياسر الناس، 170 طفل خرجناهم. تقول 170 في عامين سي بوكو. خرجتوهم شنو مشاو لنوادي اخرى ولا لا خرجوا؟ لا مشاو ما مشاو لانديه اخرى. تم فيها والحمد لله حتى كيف خرجوا من عندنا ما غلطناش، ما مشاوش معناتها في ليكيب ناسيونال ولا مشاو لانديه كبيره ياسر ولا حتى شيء، مشاو في ليزونفيرون ودخلنا ولاد اخرين. تم فيها وطلعنا جيل اخر اللي باش يجيب نتائج ملعب التونسي. كيف عملنا الكومباريزون السنه في العام الاخر في العام الثاني نتاعنا في الخمس سنين الاخرانيين لي ميور ريزولتا في لي جون. كنا في التتويج مشينا للبلاي اوف اكثر مره في الخمس سنين، طلعنا ليزانترناسيونو اكثر مره في الخمس سنين، وعزيزه تيترويت اكثر مره في الخمس سنين. نحكي لك في الشبان من 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 البنجامان حتى حتى الاسبوار. معناتها هذا كله مش حاجه تجي من الصدفه، ما تجي لا ما تجي حتى شيء من الصدفه، تجي الا بالخدمه بزيت في الشبان. وهذا مهم جدا. وخلينا نكمل لك تفضل، خاطر انت ما خليتني وخلصنا ليزونترنور كنا نخلصوا فيهم.
ce qui est important, les entraîneurs des jeunes, les clubs, مش قاعدين يخلصوا. يوليو ياخذوا من عند لي بارون. احنا على هذاك توا توجع انت ساعات واحد يتوجع ويقول كيفاش فخري بن يوسف المره في راديو مرجويت قال انا نحوني وظلموني بدون زيت. اي انترنور ماكش تخلص فيه انت. احنا استراتيجي نتاعنا في لي جون نخلصوهم الكل، اما كيف يغلط ما نسامحوش. كيف يغلط ما نسامحوش. شنو الغلطه مثلا اللي لو فرضنا يحكي مع بارون يقعد في قهوه الى انترفيا ما يعطيش حق الجوار الفلاني ما يقعدش في استراتيجي. يعني يحكي مع بارون سي جيري ما نخليوش لومبلور باللي مش لا 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 خليني نقول لك معناتها يحكي مع بارون معناتها اللي انفلي بار لو بارون وانت افهمها كيما تحب انت. لا كومبليسيتي هذيك نتاع بارون درا شنو ولا لقيتوا حالات من نوع هذا سي جلال انه مثلا مدرب تاع الكاتيجوري جون يبدا يحكي مع البارون قلنا يحكي باش ما نقولوش حاجه اخرى. احنا في احنا شوف احنا جونا احنا احنا شوف احنا الى حد الان ملي شدينا بدلنا الحقيقه ليكيب اللي عندنا تعرف شنو قادمه عندها ميثاق صح على انجاجمون تفهم فيا مدير فني الممرنين الكل اللي ديليغي احنا لو عندنا كوميتي هيئه مديره مصغره موجوده في لي جون وانا نحضر مره في الاسبوع ونحضر عليهم تفهم فيا في الاجتماع نتاع هيئه مديره ونحضر في سي تريز امبورتون راهو هذوكم احنا العمود الفقري نتاع الملعب التونسي على هذاك ديما نختم الفرصه انا كل ما نحكي الاولياء الله يفضلكم الله يخليكم خليو الفنيين يخدموا على رواحهم خليوهم يتقدموا القدام راهو المصلحه نتاع ولدك ما يراها الا الفني عينك مش فني انت ماكش مبرر باش نجم تحكم عليه انا بعد كل كومبيتيسيون بعد كل ماتش نتاع لي زيكيب جون يجوني تليفونات ها ولدي يلعب نص ساعه هو ما لعبوش هو يحبوا هم يحبوا تعرف وليت لا هذاك القانون في بشويه بشويه بدات العباد تفهم اللي يلزمنا نقدم القدام باهي مهم جدا يعني باش تتكون الصغار وباش تحرص على انه يتكونوا بطريقه صحيحه وبعيد على اللي كنا نحكيو فيه واكيد اي واحد يسمع سوايل تورا وفهم بالضبط باش نرجع لك جوست ديتاي صغير ديما نحكيو على الفلوس وعلى المشاكل الماليه وديما اللي يحب جمعيه ماذا به يسمع مشاريع تجيب فلوس هذا مهم تكوين الشبان لكن الفلوس منين سي جلال؟ شوف انا هل فما افكار جديده اللي كنت تحكي عليهم احنا توا كنا نحكيو كيما هكايا كيما نحبوا نوصلوا ميساج نكمل لك الفكره نحبوا نوصلوا توا احنا ب 40% من ولاد الجمعيه السنة في ليكيب سينيور دو فوتبول اللي هي تستهلك ليكيب سينيور دو فوتبول ابري تستهلك 50% 60% 70% توصل حتى 80% من البيجي نتاع ستاد تونيزيان 40% ولاد الجمعيه كيف يكون ولاد الجمعيه يكون الماسل الاقل الماس دو بريم دو روندمون اقل ويكون الروندمون قلت ربي عندنا مردوديه كانوا فرضنا خرجوهم بعد باش يجيبوا الملعب التونسي احنا من الاوبجيكتيف نتاعنا من هنا لثلاث سنين يكونوا 70% احنا اليوم 2006 2007 2008 يمكن احسن جوارات في الباليه اللي في تونس العاصمه موجود عندنا في الولايات خاطر في التكوين نتاعهم نقدم بيك القدام من الحاجات اللي بخلاف هذوما عندنا قلت لك سبونسورينغ عندنا لي ريسيت عندنا نستثمروا في الزاد البشري لكن aussi كي امبورطون اليوم قاعدين عاملين كوميسيون انترن للستاد تونيزيان لا انترن للستاد تونيزيان على المشاريع هذيا كوميسيون انترن تدرس في بعض المشاريع اللي عندهم مردوديه قريبه للملعب التونسي باش تقدمها البلديه تعرفوا انتم بلديه باردو كولوري نتاعها اليوم بريسك حمراء وخضراء تمام فيا رئيس البلديه مدام زينب بن حسين هي استاديستيه البلديه عندها تعويض باش يجيها قسط من تعويض عن أرض اللي كانت على الملعب التونسي في تيران رجع لها قسط باهي بالفلوس بالتعويض باش يرجع البلدية تاخذوا البلدية من القسط هذا اللي باش يرجع هو باش يلزمه تجهيزات رياضية يمشي احنا باش نحاولوا نعملوا به مشاريع باش نقدموا بار اكزومبل احنا الملعب التونسي ما عندناش بيوس احنا باش نحاولوا ناخذوا بيوس باش تنقص لنا من المصاريف نتاعنا بيوس الكبار وبيوس الصغار بار اكزومبل تو يتكلف بيوس باش الناس تفهم عليها قول لي مثلا باش ناخذ بيوس يضغط لي على المصاريف شوي قد يتكلف بيوس مثلا البيوس يتكلف اليوم كيف تاخذه من برا اوكازيون بار اكزومبل تمام فيا يتكلف 100,000 دينار لا نحكي لك ما عندكش بيوس باش تكري اللي انت باش تتفادى هيك المصاريف 120,000 دينار لي فري دو ترونسبور ديبلاسمون في العام معناها بيوس تولي مربحه برشا 30,000 دينار تربح 70,000 دينار اذا عندك بيوس اذا عندك بيوس وميكرو بيوس يتكلف 30% اللي هو فما حاجه هكا في ثنيا ولا مازال
فهم حاجة في اثنين قاعدين نخموا مع البلدية قدمنا لها مشروع كما هكا تمام فيها واحد نحضروا فيه تمام فيه باش قدموها مردودية عندنا مشروع نتاع لي دو بلاطو ملتي ديسيبلينير معناتها باش نحاولوا نقدمهم للبلدية هذوما يرجعوا عندهم مردودية عندنا ستور نتاع الملعب التونسي في كومبلكس تاع دينيفر باش نقدموه عندنا البيفيت دي بارون نحبوا نعملوها باش معناتها دو تروا بعيدة شوية على التيرانت اي بعيد شوية بعيد شوية لا اكيد جدا بعد قد ما تنجم اي قاعدين نحاولوا باش نعملوا دي بروجي نقدموهم وان شاء الله وحتى البروجي هذوما باش تتبعهم الهيئه اللجنه هذيا واللجنه هذيا باش ان شاء الله في الجلسه العامه التقييميه نتاع العام الجاي كرحينا ربي تبان فيها نكونوا نشوفوا قداش تقدمنا فيها مع البلديه ونعلموا جمهور الملعب التونسي ان شاء الله. سؤال انا والله جوستك هاو ما حكيناش كان على الافكتيف شويه فنيا دونك حتى باتصالي هكا شويه اتصالاتي نتصور اللي في ستاد تونيزيان اليوم على السكه صحيحه سلمو ميساج كيما يقولوا من اي منبر معناتها لازم اللاعبين كل يحطوا راسهم بين كتافهم يخدموا لارواحهم يعني تون كونفي فما زاد عندهم بيزون شوتي زاد قريب يحضروا نورمالمون في بدا بلاتا كونس فيقسي اللي جا من النجم نورمالمون كل شيء مريق لما ظهر لي ناقصين دوزاكسيو ولا خاطر اللي عندكم في الافكتيف كان هكاك نورمالمون صحيح صحيح احنا بريفيزيون ان شاء الله من هنا نهار الاثنين عندكم اسامي يعني في الدي دي بي عندنا عندنا بلان ا وبلان بي بلان ا باش يكون اكسيال تونسي بور ان كونترا دو 3 ans بور لو ستات تونيزيان المستقبل الملعب التونسي والبلان بي باش يكون اكسيال زاد كيف وزوز من جمعيات كبار باش يكون بري افيك اوبسيون داشا تفهم فيا ثاني بلان بي نجم نعرفوا اساميهم لا نهار الاثنين اعطيني اسم البلان بي خلي بلان عندك بلان سي البلان بي هو احمد عمار من نادي الصفاقسي كان كتب هو باش يكون برسك بور ان بري افيك اون اوبسيون داشا قاعدين نتناقشوا مع النادي الصفاقسي والبلان ا باش يكون زاد من جمعيه كبيره مي ان كونترا ان ترانسفير في العاصمه جمعيه كبيره في العاصمه لا خليك هكا وتولي تعرف تو لا انت عطيتنا شطر معلومه بلان بي وقعدنا في البلان ا وقفلنا لا لا امبوسيبل باش يكون عندها معناها اكسيال من العاصمه من فريق في العاصمه اكسيال من فريق كبير هكا هو كيف بلي حاجه اخرى برك سي جلال تو توتي تون اوردر جوست معناتها تو ريجلمون انترن برشا جمعيات عاملين ريغلومونتير معناتها محضرينه باش يطبق خاطر نراو في برشا ديباسمون في التيران بصراحه كسوا من لازم الامور هذه تنظم يديرين في الجمعيات معناتها الورقه الصفراء غراتوي راهي تولي بحسابها والحمراء غراتوي بحسابها والملاعب انا كي كنت نراه في الفيستيريت قبل زاد لونترينمون مازال درج يدخل ساكو على كتفه كي ما تجيش بريزونس قبل بنص ساعه وساعه غير ربع تابليكي هذا اللي عنده سوان باش يعملوا هذا كل سا كومونس بار لي كلوب ان شاء الله في مخك سي جلال لا احنا قاعدين نابليك فيه قاعدين نابليك ويتقلقوا الجوارات نتاعنا مما كان اسمه تفهم فيه وقاعدين نابليك عندنا دي عندنا واحده نتاع دي سانكسيون في الريغلومون انترن احنا لا باريم دو سانكسيون احنا ما ثماش احنا راهو كيفيجي الور معناتها احنا الاربعه ونص خمسه لونترينمون كيفيجي الخمسه ودرج يروح ما لا بينيناليتي لا حد شيء احنا يلزم يجي الاربعة ونص الخمسة الخمسة غير ربعة من الخمسة في التيران ما ثماش بابا اما كيف يجي الخمسة ودرج ما ثماش بيناليتي هذوك ديجا قبل هذيك البيناليتي كيف يجي خمسة غير درجين لا شوف اليوم ما نجمو نقدمو ما نجمو نبنيو الا بالديسيبلين احنا ديسيبلين سور لو تيران والادمينستراسيون واقفه وانا برسك نحضر مغروم نحضر في 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 السيونس ديال المسؤولين حاضرين واقفين على الجمعيه معناتها ما ثماش هذه ولونترونور هو زاد مثال هو بالتو هو معناتها اون كومبليسيتي او بارتنيريا بشراكه مع 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 رئيس الجمعيه مع الهيئه المديره هو يطبق على خاطر زاد الانترنور كيف يبدا حاجته بالريزلتا هو يرخ شويه ما تصيرش العمليه تنفي لازم العباد الكل مع بعضهم ان سامبيوز نوصلوا كلنا لبعض قدام سا افكتيفمون دونك لو كلوب سي اون شين فيها بوكو دو مايون الجمهور رئيس الاداره يعني هذا كله ان شاء الله استاد على السكه صحيحه نقولوا نورمالمون حيت ان شاء الله على الاقل نحكيوا على نتائج رياضيه توا دو فيكتوار سي جلال ما عرفش محمد المكشر شكون وقت اللي خذ القرار ولا فكرتك انت ولا فكره الهيئه الكل شكون اللي خمم في محمد المكشر شوف احنا من الاول بنحكيو بصراحه من الاول كنا نحكيو على اسكندر القصري ونحكيو على جلال القادري اللي هما زوز باهين وكل شيء وانا راني محمد المكشر ريتو لعبنا في ستاد تونيزيا مع الشابه في باردو في ترطان في نهار الشتاء وكل شيء انا تفرجت في الماتش ريت الشابه كيفاش واقفه ونا فيها ماتش ديفيسيل ربحنا نزيرو بضربين البونية ومعنا احنا ستاد تونيزيان نتاع عمناو حسني تضرب فيها نهارتها جاسر الماتش هذاك فيها تضرب فيه وقعد يمكن ثلاثة جمعات ما لعبش ونتفكر وريت الانترنور اللي واقف في الشتاء الشتاء والانترنور واقف قلنا ريغور وريت كيفاش معنا ديجا ما اتيري ام تي بو لاتونسيون الفو دير لا فيريتي
اون بليس دو سا وقتها بعد ما حكينا مع سي جلال القادري وسي اسكندر عملنا ان ديدلاين مع بعضنا باش نحكيو فيه ونقفوا. وقت وصلنا للدات ليميت جيت نحكي معهم قالوا لا زيدني وقت وزيدني وقت. انا عندي ملعب التونسي عندي مسؤوليه الحقيقه اخذت القرار باش تعدى ليتاب اخرى هو ناخذ اونترنور مي ناخذ من جينيراسيون اخرى. قلت سي لو مومون حكيت اربع خمسه اونترنور مع فكرتك انت سي جلال فكرتي انا اخذت اربع خمسه اونترنوريت والاربع خمسه انترنت شكري البجيعي معروف لطفي السليمي حكيت معاه هذوما جاوا سمعت بهم وحكيت معاهم وشفت معاهم لو بروجي كيما قدمت لو بروجي نتاع التونسيان السكندر قدمته لمحمد المكشر وقدمته للناس الكل. محمد المكشر السي في نتاعو الاخرين بكل احتراماتي لهم تبارك الله دي كومبيتونس كبار زاد قلت ربي باش تجي فرصتهم. محمد المكشر السي في نتاعو فيو اللي هو كوارجي في الكلوب وفي الاتوال وفي نيفو في الانترناسيونال كل شيء فيو اللي ثاني حاجه اللي هو كان مع لو مير كان مع دي غرون زونتونور مع نبيل معلول في ليكيب ناسيونال مع الناس كلها مع بيرترو مارشان مع وعمل دي ديربي كبار وعمل حاجات نقصته الا كتوش صغيره هو حد باش يدز القدام الكود بوس صغير لك الحقيقه ولقيت وتعدى الكوران كما نجم نقولها رئيس وانترنور كما يبدوش متفاهمين راه زايد تكسر في كرايم وكان الرئيس ما يحش ثم اون انتونت حسيت محمد وحسيت لا فولونتي اليوم لا فولونتي نتاع الانترنور اللي يحب يقدم قدام في ظهرت الحقيقه والحمد لله ربي وفقني. سي فري كانت صعيبه من الاول وقت حكيت انا نجم نقول لك انا والبرمي فيس بريزيدون وانا برمي فيس بريزيدون ولا مع الفيس بريزيدون اللي بالفوتبول كانوا مش موافقينك برشا كان لا رؤوف جيجا كان موافقني خاطر عرف اللي هو ثم برنامج سواء تكنيك وايكونوميك للستاتيونيزيان مع حطينا الاطار الفني اللي معاه زاد لازم تمام فيه الحمد لله. جمهور الملعب التونسي هو اللي تفاجئ حقيقه لكن الحمد لله ربي وفقنا واليوم ان شاء الله في الخطا صحيحه لكن اللي زيكزا ما جايين راه عرفنا باش نلعبوا مع الاسبيرانس إيه بعد اللي سمعته انا ذي الكل مشيش يعمل دونيو للراجل تنحيوا لا لا الكلام اللي تقال تو لا لا شوف الملعب التونسي تاع ياسر فرحانين بيه ومبني بالخدمه نتاعو لا مبني بالخدمه نتاعو يخدم على روحه ربي يعينه واحنا راهو عم ناول ما نحينا حتى حد راهو الملعب التونسي اقل جمعيه نحطوا انترنيت عم ناول راو سي محمد الكوكي قدم استقالته صحيح احنا ضيقناه وزدناه حبينا نقعدوا حتى الاخر العام دو زونترونور فريمون في تونس ولا صعيبه. نحب نسميك شويه سامي سي جلال واذا كان تحب توجه رسائل لبعض لسامي هذايا الرئيس الاسبق الملعب التونسي محمد عشاب شنو تقول له؟ نقول له سي محمد انت رئيس كبير في الملعب التونسي نحبوك نحبوك تجي تزورنا تحضر في المباريات تشجعنا معنويا ماديا ونحبوك موجود في العائله نتاعنا. هذا لوم ولا شنو بالضبط؟ لا لا حسيت لوم. لا انا سي محمد مغلف شوية. انا سي محمد نحبه انا سي محمد عندي علاقه باهيه مع من 30 سنه التالي انا عندي علاقه باهيه مع الحمد لله مع الرؤساء الكل ما عنديش مشكل. احمد المغيربي خدم معايا انترنور احمد المغيربي انا كنت نمشي لدارهم كان فيها وانا صغير وهو يلعب في الملعب التونسي راه باش نبداو الحين كان فيها الناس ما تعرفش احمد البغير بيربي ايش فيه انا باتصال معاه كان حاجه كبيره ياسر احمد البغير مع مالدري المالادي نتاعو وقت اللي عملنا سبوت خذاه بخاطر وجاه حتى التيران وصور سبوت احمد البغير رمز من رموز الملعب التونسي اللي يقعد هرم كبير في الملعب التونسي. انا بدي نحب نحيي سيدي احمد بصالح الكلنا واحد من رموز كره القدم في تونس مش الملعب ان شاء الله لاباس قولوا احمد صالح أحمد الصالحي من الملعب التونسي نائب رئيس خدم بكري أحمد الصالحي رغم خاطر أنت جبت لي خاطر هو كونديدا وجاء لا سافريان دير أنا بدي استاذنته تفهم فيا في السبعينية وجاء وعجبته الملعب التونسي وراها وربي عينك سي جلال وكل شيء تفهم فيا بعد ما نعرفش شنو اللي صار باش أعطاته فكرة باش يقدم نفسه ما ثم حتى مشكل يبقى ديما مسؤول في الملعب التونسي قديم وانا من مشاملي ومن مسؤولياتي كرئيس الملعب التونسي كرمز في الملعب التونسي كرئيس من اكثر واحد شد الملعب التونسي يزن يلم الشمل بتاع الملعب التونسي كل احمد الصالحي صورة توجور لو بيانفينو تمام فيا ان شاء الله يجي يتفرج في الماتشوات ان شاء الله الفكره اللي كانت عنده باش تبيع الملعب التونسي اللي يعاوننا ماديا بالامكانيات اللي كان باش يحطها في الملعب التونسي يعاوننا يعطيها لنا تفهم فيا ويجيبها لنا. سي جلال عندي فكره صغيره ما يصيرش ماهوش هذا نرجعوا لها سويد جوست تحفظ لي بها باش نرجعوا لها نكمل جوست مع الاسامي اللي موجودين معنا. انور الحداد
الحروية خونا كان سوا الفار كل أخواتك وصحابك سجلين أيه كان سوا الفار كل سنة سنة لا لا مش تعدي اللي كالم لي مشان كذا قال واحد عندك معه مشكلة ليش تحبني عندي حد معه مشكلة وقت يقول سبوع الفار تحام أنا والحديقة كان بيجي يجي مع محمد الدرويش في آخر لحظة درى شنو اللي صار كان بيجي يجي يتفرج في ماتش جيبس كان فيه وكلمني وقال لي يمكن مش نجي مع محمد الدرويش وكان بيجي يجي مرحبا به كان فيه وإن شاء الله راه وأنا أنا شوف باش نعطيك فكرة أنا ثم زوز ولاد صغار نحبهم هو ولد محمد ولد أنور الحداد ولد محمد الخميري نحبهم يجيوا يخدموا في استاد مع الشبان اللي عندهم وكل ما نقابلوا ببيتهم كل ما قولهم خلي ولدك يجي يخدم معنا كاميرا معك أحسن رئيس خدم في الملعب التونسي كلهم خدموا أحسن رئيس حتى كنت حاب تسمي روحك سمي روحك أما تقول عيب عيب بس سمي روحي أنا عيب عيب أنا شوف أنا كنت صغير نقرأ في مكتب الهاشمي كنت نمشي وأنا وعبد الحميد الهرقال ندخل للتيران كان رمز بالنسبة لنا سي الهادي نايفر كنا نراوه كنا بالسيجار متاعه وكان بالحمورية متاعه وكان ديما واقف وكان الكسوة متاعه أنا ديما نخزر له الفوق الله يرحمه اليوم عائلة عريقة في باردو عائلة عطت الملعب التونسي يستاهل باش يكون الكومبلكس باسمه الملعب باسمه الهادي نايفر حتى الدكتور بن سالم مؤسس الملعب التونسي زاد يستاهل ان شاء الله نعملوا ملاعب الفرعيه جديده نسميوها باسمه فما رؤساء خدموا في الملعب التونسي ما نجحوش ولا الظروف ما ساعدتهمش اكيد اي اكيد ثم شكون اسوء رئيس مر بطيب الملعب مش اسوء رئيس ولا الرئيس اللي ما خدمتوش الظروف اللي ما خدمتوش الظروف اللي ما خدمتوش الظروف هو غازي بن تونس رقم اللي خلى فلوسه في الملعب التونسي الفوروند را سيزار سوكي ابارتيان سيزار غازي بن تونس ما واتتوش الظروف غازي بن تونس خذا الملعب التونسي في ظروف أخرى الناس اللي دارت واللي موجودين في الملعب التونسي موقفوش وقفة لازمة تمام فيه زاد الزهر زاد الرزنامة زاد ياسر حاجات مي خازي من تونس المسكين خلف لساته كان يمشي من 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 دبي يجي لتونس بون المونكي عليها ذاك أنا شو نقول نقول مش تحب تشد رئيس في الملعب التونسي اليوم يزمك تكون عندك اون سارتان اكسبيريونس دو جيستيون تاع نادي أنا قبل ما ندخل نشد رئيس في الملعب التونسي واضح جاني سي المنصف الشريف ربي يفضله قال لي خويا قالوا نحبك تشد انت قلت له انا نحب نشد عندي طموح وانا عمري وقتها 32 سنه صغير قال لي صغير قال لي ادخل معايا عايش ولدي عام تعلم شوف وتفرج وبعد نحكي دخلت مع السيد مصطفى الشريف عامين مش عام عام الاولاني ديريجون ونتفرج والعام الثاني نائب رئيس وحسبني ونخدم معاه ولا مره سبونسور مره اما قال لي تفرج وكلمه لا كلمه لا وتفرج واحترمته ونحترمه اليوم كون مسؤول وسلمني وخذيت الملعب التونسي وقتها وقدمت به القدام ولباس سي جلال بكل صراحة ارتكبت خطأ في الفترة اللي رجعت فيها الملعب التونسي ولا تعتبر اللي عملته الكل كان في طريقه هل فما خطأ اللي تعتبر انه كان ممكن تفاديه ولكن نرجع بالوقت ما كنتش تنجم تتصرف بنفس الطريقة شوف انا خفت عم ناول في الـ في الـ في وقت طلعنا نصف من الآن خفت شوي ثم اشياء بار اكزامبل ناخذ مثال مش باش نمس جواريت ولا باش نمس ثم اشياء كنت نجم ما نعملهاش بار اكزامبل ثم مارش كنت نجم ما ناخذهاش في كلك ريكروتمون ولا كلك كنت نجم ما نعملهمش لكن خفت جي انتيسيبي ام تي بي الحمد لله تعدى خاطر العام صعيب تعدى وصلنا في الاخر وثبتنا الملعب التونسي تي لوبجيكتيف مي كان لوبجيكتيف هذاك يكون باقل تكلفه وكنت ندخل جوارات اللي يرجعوا عليا مردوديه خير في نحكي معك بصراحه في ان شاء الله السنه شنو الخطا كان تسميها اكثر انه قعدت الدوره كي شويه ما قلتليش الغلطه شنو بار اكزومبل ريكروتمون تاع بادي دانيال ما كنتش نجم مش ناخذ فيه انا الجوار اللي ديجا الجمعيه اللي كان معاها طايح تحت نكمل معاك بآخر سؤال ممكن نعتبرهم الأسئلة اللي فيهم شوية تطفل يقال أنه جلال بن عيسى الزمن السابق ليس جلال بن عيسى الزمن الحالي كان عندك أكثر نفوذ كان عندك أكثر فلوس كان عندك تجارة مربحة نوعا ما اليوم ممكن أقل هل هذا صحيح؟ صحيح ما ينكره حتى حد كان عندي من دزيام ولا ترزيام جروب أجروب أليمونتير في تونس تمام فيا اليوم الحقيقة بعض الشركات شادينهم ولادي يخدموا تفهم فيه الحمد لله مستورين لباس تفهم فيه والحقيقة الشركات نتاعي عاونت ملعب التونسي ولدي قف مع ملعب التونسي أنا أبوه أبريتور رئيس جمعية توك جيلمو بالإمكانيات اللازمة اللي نعتبرها هذا كان عنده علاقة بين النظام تبدل ممكن لا بديتو مش حكاية نظام حكاية إمكانيات وكهو كان جاي أنا لو فرضنا كان وشي عنه كان عندك شوية علاقات بالعائلة الحاكمة وقتها ولا كنت عندي جروب كبير كان الوالد باش نجي نكتب نقول الوالد كان يخدم في الرئاسة تمام فيها وقتها وكانت العلاقات كانت مفتوحة ما نجمش اليوم نجي نقول لا مفتوحة مربحة سي جلال
لا با دي تو مش مفتوحة حمراء بحال. كانت الناس تمشي تاخذ بالخاطر، وكانت الظروف الاقتصادية كانت بتاتر زادة أحسن في الوقت ذاك دوما فيا. كانت الناس سبونسورينج، شكون اللي كان؟ كان سبونسورينج، حتى حد ما عطاه حاجة لي أنا خاصة، عملنا عطاه سبونسورينج الملعب التونسي ولا عطاه سبونسورينج الملعب التونسي فيا، ومعقول أمور معقولة دوما فيا. تيك صح سي جلال، حيل الموسيقى اللي تخوف يا عاد سي بون كمل سي تروحي فيما لم يقل. يعطيك صحة سي جلال على صراحتك، نكمل معاك شوية كيف فما في الفولي تكنيك ولا فكرة لا فكرة مش في الفولي تكنيك خاطر سي تري امبورتون دو راسومبلي لو موند اليوم لي زونسيان بريزيدون اي تو. فماش حاجة خير فكرة يعني، فماش حاجة خير من يكون ماتش قالا لي فيتيرون القدم مع الجدد اي كو فوز انفيتي تو الموند ويجيو الرؤساء الكل تعمل كيما قالا باربيكيو تصير في الكلوب البرا نراوها معناتها فهمت يعني. ان شاء الله الحاجه دي ندخلوها لتونس تولي الناس كل حتى من الكلوب تولي توندونس معناتها مره في شهرين ثلاثه حتى من الجمهور الهيئه اللي حبه يتلموا الناس كل يلقاو بعضهم جمهور عنده الحق يعبر معناتها حتى كيما نقولوا هذه سافاتيتر كو بينيفيك ما تقولش يعني كيما نقولوا سي جلال هكا بالواحد بالواحد الناس كل تسمع اللي فما لما فما ماتش يجيو الناس كل اللي تجم تكون فكره اي فكره طيبه ان شاء الله. تو عندنا احنا في موسم السبعينيه الملعب التونسي تو موسم السبعينية احنا فتح من نهار 7 جويليه يوفا 7 جويليه عام الجاي نهار عيد ميلاد ان شاء الله ايه. انت الملعب التونسي ايه. وقاعدين نحاولوا في موسم سوان دي اون انفونت دي شوز دي ايفينمون كل شيء ان شاء الله. جماعه قاعدين نخدموا على في اللجنه دي قاعده تخدم على ايفينمون انا مش هيك قلت باش نعملوا ماتش مع ايكيب اوروبيان لا مش من هكاك من تقدمنا ياسر وقاعدين يخدموا وان شاء الله في ماتش قالا كيما كاين لم في ماتش ضد فما اتصالات واضحه مع فريق في اوروبا اي ثم شكون الفريق موناكو وين وصلت يعني اتصالات ثم مكاتيب صايره وسي خميس الدريدي قاعد يخدم فيهم قاعد يعاون في السوجي قاعد يعاون في السوجي هذايا مع سي مراد الصقلي اللي هو رئيس لجنه السبعينيه وقاعدين نتقدموا بالقديه في الحكايه هذه واضح ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي جلال يعطيك صحة وربي عاونك كما قلت انت بكري ربي يعطيك القوه لانه مسهل كره الجمعيه في الايامات هذوما في تونس. فما سؤال كنت تخيل نسالولك ما سالناهش انا سؤال لا لا بريتو انا نشوف الحمد لله اليوم كونستانتين لا لا بس كونستانتين صحه تبارك الله عليكم انتم في مرحبا في كل وقت جلال وشكرا لك خاطركم ان شاء الله نختم الفرصه هذه باش نقول الجمهور تاع الملعب التونسي باش يلتف مع جمعيته باش يعاون جمعيته باش يقبل الاشتراكات باش يقبل الدعم المادي باش يقبل الدعم المعنوي ما فيها باس. يحب ينتقد ينجم ينتقد انتقد البناء نقد البناء راهو ما يزيد يقدم الا بالجمعيه رجالات الملعب التونسي اليوم الجمعيه الحمد لله قاعدة تقدم تفهم فيها ان شاء الله مدعمين ورجالات الملعب التونسي يزيدوا يتلموا يزيدوا يدعمونا عندنا امتحان جايين قريب تفهم فيها ونحقادين نبنيو في الملعب التونسي يدعمونا معنويا ماديا ماديا سي تري امبورطون لا سيرينيتي في الجمعيه هو الامكانيات تبدا الجوارات يبداو مرتاحين ماخذين حقوقهم وكل شيء اي كامل على هذاك نختم الفرصه هذه باش نبعث الميساج هذا للعائله الموسعه الملعب التونسي وان شاء الله الافكار اللي عندنا كلها تصب في مصلحه الملعب التونسي وربي يجيبنا في السواب. شكرا لك وبالتوفيق سي جلال بن عيسى يعطيك صحة على كل وضوحك على الوضوح الكامل اللي كان في اجاباتك. ان شاء الله السنه تكملوا في مرتبه باهيه على شنو فما لقب للملعب التونسي. يعطيك صحة سي جلال. احنا بعد شوي باش نرجعوا نحكيوا على المنتخب الوطني ومقابلته غدوه ضد سوازيلاند واخر الاخبار من عند